أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مصر في 60 دقيقة. وحشتوني كالعادة من الأسبوع اللي فات، وحلقة النهاردة حلقة مختلفة ومتنوعة. هيكون معانا فيها الشيخ عماد محمود من علماء وزارة الأوقاف، اللي هنتكلم فيها عن شهر رمضان الكريم، شهر العمل وليس شهر النوم. وبما أن النهاردة بقى أول يوم رمضان، حابة أقول لكم كل سنة وكل ثانية وكل لحظة وكل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة، وتعد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات، وربنا يتقبل منا يا رب صالح الأعمال. حابة أقول لكم كمان بمناسبة عيد الأم، من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. طبعا الكلمات الجميلة دي بتدل على روعة وجمال وحنان الشاعر الرائع نزار قباني. وبمناسبة الكلمات الجميلة دي، بحب أهدي كل كلمة لكل أم وأقول لها كل ثانية وإنتي فعلا رمز للعطاء بلا حدود وبلا مقابل، كل سنة وإنتي كل المجتمع وليس نصف المجتمع. وزي ما عودناكم فقرتنا الأولى هي فقرة الأمثال الشعبية. مثلنا الشعبي النهاردة أو المقولة النهاردة بتقول اللي يحب ربه يحبب في خلقه. طبعا المثل ده بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب عبد بيزرع حب في قلوب الناس جميعا اللي حواليه، وفعلا بيسخر الكون كله ليه وبيسر له كل أمره. ربنا يجعلنا من الناس اللي ربنا يحبها، وده كان مقولتنا النهاردة. خلونا بقى نرحب بالشيخ عماد محمود من علماء وزارة الأوقاف، اللي هيكلمنا النهاردة عن شهر رمضان، ان هو شهر العمل وليس شهر النوم. اهلا بك يا شيخ. اهلا وسهلا بك. صباح الخير. صباح النور. اول حضرتك كل سنه وحضرتك طيب. طيب في البدايه كده خلينا اقول لك المثل الشعبي ده او المقوله دي، يعني فعلا من احبه الله احبه الناس جميعا، وهي ليها اصل في الشرع او الدين، وفي حد برضو بيكون مش محبوب من الناس، ففعلا ده بيكون ربنا مش بيحبه. فانت ايه رايك حضرتك في الكلام ده؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كفى به وكيلا وكفى به حسيبا وكفى به وليا ونصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، خير من صام وخير من صلى وخير من قرأ القرآن ونزل عليه القرآن وخير من وقف بين يدي الرحمن. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قبل الحديث عن هذا المثل الشعبي، فإنني أيضا أتقدم بالتهنئة القلبية إلى الشعب المصري وإلى الناس عامة بمناسبة هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم الذي بشر به الحبيب أصحابه. ففي آخر خطبة من شهر شعبان وقف النبي خطيبا بين أصحابه فقال: لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، هو شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية والعربية وشعب مصر وجيشها وأمنها وقائدها بخير وسلام. كما أيضا أتقدم بالتهنئة إلى كل أم، وكما تحدثت المرأة ليست نصف المجتمع، بل المرأة هي المجتمع كله، فهي الأم وهي الأخت وهي العمة وهي الخالة وهي الزوجة وهي كل شيء. وكما قيل في المثل: وراء كل عظيم امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فتعامل معهما بالمعاملة الحسنة، وبين من صام شهر رمضان. فنحن في هذه الأيام نجمع بين عيد الأم، وإن كان الأم
لابد أن تظل طوال حياتها نحتفل وبعد مماتها رمزا للوفاء ورمزا للعطاء ودليل على محبة الأبناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد على درجات المنبر فقال آمين، وفي الدرجة الثانية قال آمين، وعند الثالثة قال آمين. فسأله الصحابة رضوان الله عليهم عن قوله آمين، فقال بأن جبريل عليه السلام استوقفه عند الدرجة الأولى من المنبر وقال يا محمد خاب وخسر من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، فقل آمين، فقلت آمين. فالأب والأم بمنزلة الشمس والقمر، الأب والأم بمنزلة الشمس والقمر كالشمس والقمر للدنيا. هل نتخيل الحياة بدون شمس لا وقمر؟ لا كذلك الأم والأب. والدليل على ذلك في سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قيل بأن الشمس والقمر هما الأب والأم. وعند الدرجة الثانية قال يا محمد خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفل له، فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال يا محمد خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام. فهنا نحن نجمع بين عيد أو يوم الأم أو يوم المرأة المصرية بشهر رمضان وبين الكريم. شهر رمضان. أما بالنسبة للأمثال من حبه الله حبه أما الناس جميعا. بالنسبة للأمثال أغلب الأمثال الشعبية تتفق مع الشريعة الإسلامية. أغلب الأمثال تتفق. لو نظرنا إنما هناك بعض الأمثال قد تخرج الإنسان والعياذ بالله إلى الكفر وهو لا يدري. عندما يقول يعطي الحلق للذي بالأودان هذا اعتراض على رزق الله. أما هذا المثل من أحبه الله حب فيه الناس، اللي يحب ربه يحب خلقه، يحب ربه يحب فيه خلقه، أحب فيه خلقه. نعم هناك دليل. الدليل بأن الله عز وجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي على أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم ينادي على أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. تلاقي الواحد ماشي بدون أي خدمات، انت تبص فجوه تقول بالله عليك ادعي لي انت شكلك كده ربنا بيحبك وشكلك أهل خير. أو حد مثلا واحد مثلا يكون مصلحته مقضية مثلا أو أمره متيسر يقول له ده انت على فكرة انت ربنا بيحب، ربنا بيحب. أما العكس إن الله إذا أبغض عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض. جبريل ينادي على أهل السماء ثم ينادي على أهل الأرض فلا يوضع له القبول. تبص تلاقي الناس حتى مهما يعمل ومهما يتقرب إلى الناس تلاقي الناس كده سبحان الله تقولك الشخص ده لم نألفه. فالمحبة من الله والمحبة تأتي من الله لأن القلوب بيد الله أو قلوب العباد بيد الله يقلبها كيفما شاء. فتوضع المحبة بأمر من الله لجبريل وبنداء من جبريل إلى أهل الأرض وإلى السماء. فهذا المثل هو مثل يتفق مع الشريعة الإسلامية. تمام. اللي يحب ربنا يحب فئة خلقه. نسأل الله المحبة يا رب يجعلنا من المقبولين إن شاء الله. قبل بقى ما ندخل في حلقتنا وكان جالنا أسئلة كتير من السوشيال ميديا، معانا بس مكالمة وهرجع لحضرتك تاني. معانا مداخلة مع الصحفي أكرم الكرون اللي هيكلمنا عن أجواء رمضان يعني بتاعت زمان ودلوقتي، المسحراتي والحاجات بتاعت زمان وحاجات دلوقتي. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ازيك ازيك عامل ايه؟ كل سنة حضرتك طيب. صباح كل سنة حضرتك طيبين. رمضان كريم يا رب وانت طيب. الله أكرم.
الله يخليكي، ايام كلها خير وبركه ان شاء الله. يا رب. وانا آمين. بس عاوز اقول بالنسبه للعمل، طبعا الحلقه مضمون الحلقه جميل جدا، العمل اثناء ساعات الصيام بالذات بيزيد درجه الصلاه ودرجه الايمان بالنسبه للصائم. طبعا فحتى لو لاحظنا مثال بسيط لكده على مهنه قديمه جدا وعاده مصريه اصيله كانت موجوده، اللي هي مهنه المسحراتي اللي كان بيجوب أنحاء محافظات هي في الجمهورية دلوقتي بس كلها. مش زي زمان، يعني قلت قوي يعني مش زي أقل زمان. جدا في مناطق شعبية معينة و ايوه ده فعلا. وذات يعني جغرافية معينة كده وسمات معينة، بس هو كان يعني بينزل يصحي الناس بالليل الساعة 2 اللي هو المفروض وقت سحوره، هو المفروض كان يقعد يتسحر عشان هيصوم تاني يوم. فحتى يعني النبل في المهنة نفسها أو الرسالة اللي كان بيقدمها، إن هو بينزل يلف من مثلا من الساعة 12 في وقت السحور لإيقاظ الصائمين، حتى يعني يتسنى لهم السحور للصيام تاني يوم. وهو ده عمل بالنسبة له، شايفه إن هو مهنة نبيلة بصراحة، وهي يعني ما انقرضتش بالشكل الكبير، لكن لا شوية منقر يعني شوية، يعني أنا زمان كنت بسمعها، دلوقتي عيالنا يعني مش بيعرفوها على فكرة إلا في التلفزيون. لا هي موجودة بالظبط. عندنا، وكمان والله، موجودة وكمان عندنا فين؟ في الفيوم. في الفيوم. نعم موجودة. أيوة. سلام لكل وبرضه أهل الفيوم. أيوة كان كمان برضو من الحاجات اللي في احنا مناطق مفتقدينها، معينة في القاهرة من موجود الحاجات اللي فيها. احنا مفتقدينها برضو يا أستاذ أكرم، المدفع الإفطار. مدفع الإفطار طبعا دوت، ده أنا وأنا صغير كنت في منطقة الغريب في السويس، اللي هي حي يعني هي حي أهالي البلد، احنا بنسمعه أهل برضو البلد من، نفسه. بس انا عن نفسي بسمعه في التلفزيون دلوقتي يعني. بس وولاية دكرور والجيزة في الأماكن الشعبية الجامدة دي بتلاقي حس المدفع كان، بس من دخول الألفية الثالثة من بعد سنة 2000 كده والله يعني انقرض خالص الموضوع دوت، وما بقيناش نسمع ولا حس ولا خبر خالص احنا فيه. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن رمضان زمان ورمضان دلوقتي، وكانت من ضمن الحاجات دي هي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها برضو دلوقتي. بالظبط الأطفال دلوقتي بيعوضوه، الأطفال الصغيرة بيعوضوه بفرقعة البومب والصواريخ ده ساعة في ما العيد كانوا بقى بيلموا مفيش. بعض، ويقولوا احنا ايه هنفرقع كام صاروخ كده قدام البيت، يبقى اهل البيت يبقى كلهم خلاص. يعرفوا ان في فطار، وساعة السحور يعرفوا ان في سحور. فاستعاضوا عن ذلك بالبومب والصواريخ، وبصراحة دي برضو يعني تعتبر لمة بيت عيلة، او يعني في تجمع اللي احنا معين برضو اطفال مفتقدينها، معينة. بعض الاسر، مش عايزين نقول كل الاسر، بعض مش الاسر دلوقتي مفتقده برضو اللمه بالظبط دي. بالظبط، ده غير بقى ان كمان بقى دلوقتي كل الاسر غالبا موضوع العاده، ادونا العاده يلا يا ولاد، كان الولاد يلموا برضو بعضهم ويمسكوا فوانيس يقعدوا قدام خالهم وعمهم والجيران والناس المحيطة بيهم، يلموا العادة اللي هي بتبقى في بضعة قروش. الصراحة كانت في الوقت ده، وانا ما حضرتش بصراحة الموضوع ده عشان ما تقولوش عليا كبير قوي يعني، بس كانوا بيلموا الفلوس كل يوم. الموضوع ده ما بقاش بالنسبة موجود بقى موضوع خالص. لم الفلوس ده برضو من الحاجات اللي احنا مفتقدينها. كنا زمان الجيران كنا بنلم زينة ومن كل بيت وكل أسرة، ونعلق بقى من الشارع من أوله لحد آخره في كل بيت، ونجيب فانوس حديد كده في النص، بمعروف إن الشارع ده كله مشترك فيه. كله مشترك دلوقتي فيه بقى بالظبط. كان الأول مثلا أطفال صغيرة يخبطوا علينا كده، احنا عايزين 5 جنيه، عايزين 10 جنيه، ايوه علشان دلوقتي ويشتركوا برضو يعلقوا الموضوع الزينه كل بتاعت واحد بيقوم رمضان. بذاته. أخيرا بس نحط بس كده في البلكونة عقد ايوه كده صغير وفانوس وخلاص على كده. ويشتركوا في تعليق الزينه في الشوارع وفي البيت بتاعهم وفي الاحياء. في صوره لافته جدا برضو كانت موجوده، انا بقى حضرتها في اوائل سنه 2000 كده، تمام. اللي هو موضوع الكنافه الحلواني، اللي هو يمسك الاله بتاعت الكنافه ويفضل يلف بس هي موجودة العقل. دلوقتي كتير برضو. يعني صدرك برضو مصدر الكنافة البلدي. مش ملحوظة انت بالشكل الشيخ، اللي هو الشيخ بيقول لك انت قصدك الكنافة البلدي يعني. موجودة يا استاذ اكرم، بيقول لك موجودة، هو شكله في حتة كده. وكل اللي انت بتقول عليه موجودة يا استاذ اكرم. طيب والله يبقى انا شكل بقى حضرتك اللي بلدك سألت بلد حتة الخير تانية كلها. يمكن ما شفتهاش احنا فيها. ممكن نروح نقضي رمضان عند ان الشيخ. شاء الله في رمضان. ايوه يا والله فندم، احنا بنشكرك يا استاذ اكرم شكرا بمداخلتك جدا، الجميله، ربنا يخليك. على طول مشرفنا وعلى طول منورنا بمواضيعك الجميله اللي بتفكرنا بايام زمان. وكل سنه وانت طيب يا رب، بخير وصحه. والله الحمد لله، يعني الخير في أمتي،
زي ما بنسمع كده ان رمضان في مصر حاجه تانية. في مصر حاجه تانية، كانوا بيغنوها هنا قبل الهوا. انا بقول لحضرتك مهما الاختلافات، بس في عندنا في لسه في حته كده عايزين نزودها، مش ما بتقل يعني، مش عايزينها تقل كل سنه، تقل عن السنه اللي قبل، عايزين نزودها بقى عشان بتجي بقى على حسب المنطقه وعلى حسب الوقت. وبعدين يمكن النظام بدا يختلف، احنا عندنا موجود المسحرات وموجود الزينه وموجود كل حاجه نتكلم عنها دوس الاقرب، وان شاء الله نسال الله القبول. امين يا رب العالمين، وشهر الخير وان شاء الله هيبقى شهر خير على مصر جميعا يا رب. اللهم امين رب العالمين. ندخل بقى في الحلقه النهارده، حلقتنا بعنوان، احنا بقى لنا كتير قوي مش داخلين في الحلقه النهارده، الحلقه بتاعتنا بعنوان ان شهر العمل وليس شهر النوم، طبعا علشان السحور بنقعد سهرانين لحد بعد الفجر، فبيغلبنا النوم عن الصيام والتعبد. فانت تنصحنا بايه ان في نهار رمضان ممكن نعمل ايه وبلاش النوم ده يعني؟ لو نظرنا الى الصيام وشهر رمضان، في ناس كمان بتصحى على المغرب يعني بتقعد. قول لحضرتك. ايوه رمضان بينظم لنا العمل. ما بيعملناش، ما بيؤديش الى تاخر. ازاي؟ انا مثلا بلاش ان انا اسهر طول الليل. انا ممكن اصلي القيام، ما عنديش حاجه مثلا اسهر مع اولاد شويه، وانام واقوم قبل السحور او قبل بساعه مثلا، بساعه وليكن ثلاثه مثلا كده، بحس ان انا اصلي ركعتين واتوضا واصلي الفجر واحد اقرا قران واروح لعملي. عمر رمضان وعمر الصيام ما هيعطل ولا هيكسل، انما احنا الاغلبيه بيسهر في امور يمكن ملهاش اي قيمه، مضيعه للوقت، انما هو محاسب عليه. ويجي بعد كده ها يقول لك الصبح بقى لا، تبسط ينام طول اليوم في العمل، يوقف مصالح الناس ويعطل مصالح الناس ويقول لك ما احنا معلش احنا صايمين وطول الليل قاعدين وعاملين. لا ده في ناس كتير بتوقف فعلا شغلها قبل رمضان وتعمل كده هولد لشهر رمضان وتبدا بقى من بعد العيد. عايز اقول لك ان احنا برضو في مصالحنا بنعمل كده. انا كنت يعني نحاول يلا ده رمضان فاضل اسبوع عايزين نخلص المصلحه الفلانيه، بحيث ان في رمضان بيبقى فعلا الموظفين واخده كده اوردر انها تيجي الصبح تخلص ساعتين ثلاثه وتروح. فبالعكس الواحد لو عايزين نقول ان الواحد لو اشتغل زياده او مشى مصلحه حد بالعكس هيبقى هتمشي. لا مش حكايه انها تمشي، لا هيبقى ليه ثوابه مضاعف كمان. تمام. انا كنت مبعوث في استراليا في سيدني، مبعوث وزاره الاوقاف، كنا بنقعد نجي نتكلم بنصلي التراويح ونقعد شويه مع الناس لو هيسالوا فتوى ولا بتاع، وبعد كده كل واحد بيتجه لبيته حاسس انه يقوم على السحور يصلي ركعتين ويصحى. فانا عاوز اقول نظم حياتك في شهر رمضان. هو مش شهر عباده بس، فشهر عباده وشهر عمل، وانت بتاخد اجر وثواب. الواحد لما بيقوم الصبح وياخد الاجر والثواب على حسب على حسب المشقه. يعني لما انا اقوم الصبح اقضي مصالح الناس وصايم باخد الاجر والثواب وباخد اجر الصيام، انما كوني اسهر طول الليل وانام واقوم على المغرب بحس ان انا اقوم افطر، يبقى انا كده دخلت تحت مين؟ انا عندي الصيام ثلاث انواع. في صوم العموم، وفي صوم الخصوص، وفي صوم خصوص الخصوص. بمعنى بقى صوم خصوص الخصوص بيصلي ويتهجد ويقوم يقضي مصالح الناس ويقضي حاجاته، ويا رمضان بيبقى فرصه لان ياخد ثواب واجر عظيم. تمام. صوم خصوص الخصوص هو بيصلي ويصوم بس، ده الخصوص بس. دول خصوص الخصوص بيصلي ويصوم ويتقي الله بقدر المستطاع في رمضان. تمام. صوم الخصوص ان هو بيصوم ويصلي ماشي بس يبقى قليل العمل شويه. صوم العموم بقى اللي هو بقى بيصوم يفضل نايم طول النهار وسهران طول طول الليل. طول الليل بياخد هنا بيضيع عليه اجر كتير، بيضيع عليه ثواب الصلاه ده فرصه في جماعة. بقى ده هو شهر فرصه يعني ويضيع عليه ثواب قراءه القران وبيضيع عليه ذات نفسه الشهر. هو ما بيحسش بالشهر يعني اوله بيبقى زي اخره. فانا اقول لك لا، انت اغتنم هذا الشهر، الشهر ده عشان تغتنمه صح خليه كانه اخر شهر رمضان في حياتك. في حياتك بالظبط. بالظبط. تمام؟ لان الانسان منا رمضان سياتي اعوام عديده وازمنه مديده، انما هل الانسان فينا يضمن عمره؟ ما يضمنش عمره، فانت خليه كانه اخر شهر في رمضان، نسال الله ان يطير اعمارنا وان يحسن خواتيمنا. لذلك القائل بيقول يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب
حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان. اتلو القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاسي إلى الداني. فأنا بقول نصيحة، نحن نصوم خصوص الخصوص. أنا أول مرة أعرف المعلومة دي. نصوم خصوص الخصوص، أيوة، أو نصوم الخصوص، صوم الخصوص. تمام، نتقي الله حتى في عملنا، في أي وقت في حياتنا اتقوا الله ما استطعتم. تمام. لذلك لما ربنا أنزل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، شق ذلك على الصحابة. من فينا اللي هيقدر يتقي الله حق تقاته؟ فنزل قوله فاتقوا الله ما استطعتم. تمام. لذلك في آيات الصيام ربنا بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو شفنا آيات الصيام هنلاقي أن الصوم الأول كان الإنسان منا ينام بعد أذان المغرب ولم يأكل شيء، وأذن على بقى العشاء، يكمل اليوم الثاني لغاية المغرب. تمام، إلى أن نزل من باب الرحمة ومن باب التيسير، إلى أن نزل قول الحق سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى أنا عاوز أقول احنا لو نظمنا اليومنا مش هيبقى موضوع زي عائق ولا اي حاجه، ولا نحس بعايزين نوم ولا اي حاجه، ومش هناجي للاسف. بنجي اخر شهر رمضان وبعد العيد الصغير بتلاقي الجميع جسمه ريح، واحنا طبعا ضغط داخلين على دراسه وامتحانات كل مدى رمضان بيختلف، لانه يعني كل مدى بيطلع قدام شويه 10 ايام او 12 يوم، يبقى اصبح يختلف. يبقى انا ما ضيعش، انا اكافئ واخلي العمليه متساويه بين الصيام والصلاه والطاعه وبين عملي، لان الانسان مؤجر على عمله. ربنا تقبل منا صالح العمل، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. انما لما اروح شغلي نايم واللي يجي لي عاوز يقضي مصلحه حضاريه، اذا كان طبيب في المستشفى، مدرس في مدرسه، ما يبقاش تحصيل حاصل، لا ده تقصير حاصل وتقصير للعمل هيحاسب عليه. والعمل اصلا عباده، فانت كده بتعبد ربنا اصلا، غير الصيام، غير انك بتعمل شغل وانت صايم، فكل ده الاجر ده حاسب عليه الانسان. يعني انا لما كنت طبيب او مدرس او كذا او كذا، وقف مصالح الناس، طب ما دي هتحاسب عليها. يبقى انا بس بصلح من جانب وافسد من جانب، لا، ما انت عندك ابواب الخير. طيب، فانا مش عاوزين ننام كتير. طيب يا شيخ، احنا معانا مداخله، استاذ سعيد من الفيوم. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير يا استاذ سعيد. صباح النور يا استاذ، ممكن بس اكلم الشيخ بس انا وحبايبي؟ اتفضل مع حضرتك الشيخ. يا شيخ، ولا مصلي الفجر النهارده ولا بمضمض بقي، قال لي الوضوء، قال لي امال ادوك الوضوء اصل الوضوء ايه في الصيامه؟ هل ده صحيح ولا لازم من يعني هو انت هو بيقول وهو بيمضمض بقه وانت بتتوضى للفجر نزلت ميه في جوفك يعني ولا لا؟ قال لي لا، الميه لازم تبقى على شفايفك، ما تخشش جوه جوفك. لا لا لا، يعني ما تمضمضش، تبقى على شفايفك كده بس؟ يعني يمسح، قصدك يا استاذ سعيد تمسح على شفايفك ما تمضمضش. طب هو معاك الشيخ هيرد على حضرتك. من سنن الوضوء المضمضه والاستنشاق، فالانسان يتمضمض عادي ويستنشق عادي، ولكنه لا يبالغ في المضمضه وفي الاستنشاق. تمام، يعني ما يبالغش لدرجه ان ممكن حاجه تنزل في زوره وما يستنشقش ماء، بحس ان ما حاجاش تستنشق، ما يدخلش برضه هنا. يبقى لا، الواحد يتمضمض عادي ويستنشق عادي، بس نهى او نهي ان هو يبالغ في المضمضه والاستنشاق. طيب، انما يمسح، لا، هو مش جرح. تمام، عشان يمسح عليه ممنوع يغسله. فالمضمضه عادي والوضوء عادي، ولو كان الجو حر للانسان له ان يغسل راسه وان يصب الماء على راسه ترطيب، يعني كده كترطيب، وله كترتيب ان يغتسل. تمام، انما عدم المبالغه في الاستنشاق والمضمضه افضل، حتى لا يدخل شيئا في جوف الانسان. طيب، احنا طبعا معانا اسئله كتير، بس قبل ما ندخل في الاسئله كان معانا تصريح مثير للجدل للشيخ ياسر برهامي، كان بيقول ان التفاؤل حرام، وكلمه وشك او وش فلان ده علينا حلو برضو، ده بيقول مخالف للشرع. لما اشوف يعني حد الصبح كده واقول له والله انا بتفائل بوشك، ده حرام. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ ورد في حديث البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أن والسلام. النبي كان يحب الفأل، تفأله بالخير تجدوه، يعني احنا تربينا على كده، ويكره الطيرة.
الايه الطيره؟ الطيره زمان في الجاهليه كان بيمسكوا الطير فيرمي الطير، ان اتجه الى اليمين استبشروا خيرا وان اتجه الى اليسار استبشروا يعني كانوا بيعتدوا بيه. النبي كان يحب الفأل ان انا اتفائل في الانسان خير واستبشر به خيرا. وفي احاديث كثيره للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو في صلح الحديبيه كان مشركا، فلما دخل مع اصحابه في صلح الحديبيه فراى النبي سهيلا فقال لقد سهل الله امركم. استبشر بالاسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بالاسماء خيرا. سعيد بن المسيب كان جده اسمه الحزن، الحزن معناها الشديد والصعب بتسكين الذات، تمام؟ الحزن مش الحزن، الحزن. تمام، بتشديد. فقال له فما بقول له اسمك؟ قال له الحزن. قال بل سهل. قال بل حزن. قال له خلاص حزن حزن، تمام. فقال سعيد فما زال الحزن في بيتنا. تمام، فالإنسان يستبشر خير ويحسن الظن بالله ويتفاءل وإحسان الظن بالله. وبالعكس الأنبياء كانوا يتفاءلون وكانوا يستبشرون. عندنا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سيدنا موسى لما جه قومه قال البحر أمامنا وفرعون من خلفنا، ماذا قال؟ وهو قال كلا إن معي ربي سيهدين. السيدة خديجة لما ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي فقال كلا والله لا يغزيك الله أبدا، أليس هذا فأل وتفاؤل؟ تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وجه ملك الجبال فقال إن شئت أدلك عليهم الأخشبين أي الجبلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. فالإنسان لما يتفاءل خير ويستبشر خير ويحسن الظن بالله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وإذا أحسنتم الظن أحسنتم العمل. لذلك نتملأ أعيب على بعض شبابنا لما يقعد يستهزأ شوية ويقول لك يا عم احنا كده كده داخلين جهنم والعياذ بالله، احنا لو دخلنا الجنة ما نعرفش حد. على فكرة احنا تربينا برضو ان كل واحد بياخد نصيبه من الكلام اللي بيقوله. الكلمة الطيبة فعلا صدقة. لا انا هفضل حزين طول عمري فعلا بيبقى حزين، لا انا هبقى احسن حد في الدنيا برضو. بعض العلماء قال لك لو الواحد مريض وسمع واحد قال سلم فقال ان ربنا شاء الله بيسلم بالظبط، تمام. او واحد ضيع منه حاجه فقال فسمع واحد بيقول يا واجد فاستبشر خيرا استبشر خير. وثانيا انا عاوز اقول حاجه، الطبيب لما بيروح للمريض وتبقى حالته ميؤوس منها لو قال له ان حالتك ميؤوس منها في دكاتره يعني يبقى الله يرحمنا منهم يعني لا في دكاتره كتير مثلا لا انت تعبان انت عندك وعندك وعندك ممكن اصلا يطلع من الوهم يبقى طالع اكتر من اللي عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. تمام، خلينا نتفائل بواحد ساعه ما بشوفه بتفائل به خير ماشي. خلينا انما التشاؤم دي المكروه، ان انا اتشائم واحد يعني الكلمه دي لا ما يعني ما سته النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويعجبه من الاسماء الحسنى. زي واحد اسمه واحد او واحده اسمها فرح، تمام، انسان اسمه سهل، تمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. فاحنا بنقول الانسان بيتفائل زي ما احنا ان شاء الله كنا نتفائل لبلدنا خيرا. يا رب. لذلك إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. يعني ما حد يعني لما يكون أهلك الناس يبقى ربنا هيهلكهم علشان كلمتهم. يعني ما حد يقول لك يا أخي إن شاء الله إحنا تعال نفضل في كرب ونفضل في حزن وي وي وي، قال لك يبقى هو اللي هيعمل كده هيخلي الناس يهلكوا، ولو الناس ربنا أهلكهم هيبقى أول الهالكين. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. يبقى هو سبب هلاكهم أو هو هيبقى أول الهالكين. فإحنا بنقول الواحد يستبشر خير، المريض يستبشر خيرا بأن الفرج من عند الله، الطالب يستبشر خيرا بالنجاح، الإنسان منا يستبشر خيرا بأنه لو مات
لأحسن لدخل الجنة، لأن الجنة وربنا قال إني عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي أوه. إن ظن بي خيرا فهو له. له، وإن ظن بي شرا فهو له. يبقى أنا ما أقول إن شاء الله الواحد يستبشر خير، ربنا يفتح علينا وربنا يرزقنا وربنا كذا، إنما وبكرة أستبشر بفلان خير إن هيقضي لي مصلحتي، بس بشرط بقى عشان نخرج من دائرة الشرك. ما أقولش والله تلوم فلان مصلحتي ما كانش قضيت، لا لا، يعني لولا تيسير ربنا وفلان وسخروا يعني ربنا سخر للبني ادم ده ليا وتيسير ربنا. بس لما الواحد بيقول للصحابي لولا انت يا رسول الله، قال اجعلتني لله ندا، بل قل لولا الله ثم انت، لان ربنا بيسخر لينا ناس تفتح لنا ابواب رزق، وبيسخر لنا ناس تفتح لنا تستقضي لنا مصالحا، وبيحببنا احنا ما بنتقرب الى الله بالطاعه، بيحببنا في الناس، فتلاقي الناس تقضي لنا مصالحا. فالتفاؤل، كان النبي يحب الفأله ويكره الطيره، تمام. اي التشاؤم. احنا بقى معانا اسئله كتير وعايزين اجوبه مختصره، عشان في اسئله كتير على السوشيال ميديا خاصه بفتاوى في رمضان. تمام. في حد كان بعد بيقول حكم معاشره الزوج لزوجته في نهار رمضان، وما هي العقوبه الجماع بين الزوجين اثناء الصيام خلال شهر رمضان؟ تمام. هو السؤال ده متكرر كتير. السؤال ده متكرر. الحق سبحانه وتعالى احنا قلنا الاول كان اللي ينام قبل ان يفطر والمغرب اذن يقضي. الحق سبحانه وتعالى اعطى لك من بعد أذان المغرب حتى قبل أذان الفجر الإنسان له أن يفعل ما يشاء. تمام. حصل كده بقى في نهار رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبقى في الحالة دي الإنسان مننا يفضل معاه براحته خالص إلى أذان الفجر. خليه قضى شهوته أو جامع زوجته ثم لم يستطع أن يغتسل وأذن الفجر، بينوي الصيام ويغتسل بعد الفجر. تمام. فواحد ممكن يقوم يقول لك أنا استحلمت أو جامعت الزوجة ولم أستطع أن أغتسل. أقول له لا، يبقى أنت ممكن بعد الفجر تغتسل وكمل صيامك فصومك صحيح. تمام. أما لو جامع في نهار رمضان، طب لو حصل بقى يبقى إيه العقوبة؟ فعليه القضاء وعليه العقوبة وهي الكفارة. عتق رقبة، فإن لم يستطع أو يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تمام. طبعا عتق الرقبة يبقى صعبة، صيام شهرين متتابعين يبقى صعبين، بيهدلهم إن هي ممكن يطعم 60 مسكين، يطعم 60 مسكين مع قضاء هذا اليوم بعد شهر. طيب مرة. واحدة برضو بتقول يا شيخ احنا ميسورين الحال وجوزي ما جابليش فانوس ولا حتى جاب لاولاده، ده مزعلني جدا منه، قافله منه وبتفكر انها تتطلع. هو ده موضوع تحس انه مضحك شويه يعني، او تحس انها فاضيه شويه، هي تتطلع عن عشان الفانوس. احنا ممكن نجيبه لها اسهل. لا يعتبر هديه مني انا وانا جاي. بالظبط، عادي يعني، مش في اكل وشرب وخلاص. لا يفرق مؤمنا مؤمنا ان كره منها خلق رضي منها اخر. يعني هو اكيد عنده حاجات حلوه كتير يعني، ما جاتش على الفانوس. زي ما المراه في ايجابيات وفي سلبيات، والنبي قال لا يفرق في ايجابيات واكيد، وحتى لو هو سلبي، حتى هو لو ما جابش فانوس مش هنعتبرها من السلبيات، عادي اتطلق علشان اذا ممكن تجيب هي الفانوس، تجيب الفانوس وتاخد الفلوس منه، بس عادي ممكن. ممكن نحلها كده يعني، يعني بالعكس هي كده ده كده ارتكبت ذنب، تاخد ذنب، تسأل الطلاق طبعا، وتعمل مشاكل على قلة فايدة زي ما بنقول. تمام. في سؤال برضو كده انا مستغرباه، حكم استخدام كريمات الجلد وزيوت الشعر اثناء الصيام؟ لا دي ما لا يفطر الصيام عادي خالص، عادي ما فيهاش اي شيء. تمام. هل يؤثر عدم تبييت النية على صحة الصيام؟ يعني احنا خلاص كلنا عارفين ان بكره رمضان، فانا ما بيتش النية، ده بيأثر على الصيام صحته او عدم صحته؟ محلها القلب. النية وربنا أعلم بالنية، والعلماء اختلفوا في ذلك. الإمام الشافعي قال لك يشترط أن يكون لكل يوم النية، إني بيت لكل يوم نية. تمام. الإمام مالك قال نية واحدة تكفي للشهر كله. كون الإنسان عارف إن داخل عليه شهر رمضان، وكون الإنسان أم الصحة بيستعد ليه وبيتأهب ليه، فخلاص ده يبقى تكفي هذه النية، يبقى النية بتاعته تكفيه، مش لازم يتلفظ بها أو ينوي بها. تمام. بعد ما قال لك الشرط أن ينوي بها نوايت صيام غدا من شهر رمضان، في ناس أصلا بتختلف أن هو لازم كل يوم ينوي قبل الصيام. الإمام الشافعي قال يبيت النية كل يوم، الإمام المالك قال لك نية واحدة تكفي، وكون الإنسان بينام حتى لو ما قامش تصحى
انا دخل عليا رمضان نمت وعارف ان انا نيه ان انا اصوم الشهر كله خلاص ما يحتاجش، انما الاعمال بالنيات ما يشترطش ان انا لازم اقوم بالليل واقول نويت الصيام الغد دي من باب التيسير وليس من باب التحسين. خلي الانسان فطر ونام وكل لقمه ونام ونوي السحر وقام السحر هو ونام. ربنا بقى اعلم بالنيه خلاص النية أعلم من تمام. معانا مداخله علي من المنيا. الو الو استاذ علي، واضح ان الخط اتقطع، حاول تكلمنا تاني يا استاذ علي. في برضو سؤال بيقول هل يقبل الصيام ممن عليه قضاء من السنه اللي فاتت، يعني واحده كانت عليها ايام من السنه اللي فاتت وما صمتهاش طول السنه، يتقبل منها بقى رمضان ودخل عليها رمضان، يتقبل منها الصيام في رمضان؟ من المفروض ان المراه التي عليها ايام ان تقضيها قبل ان ياتي رمضان. فان جاء رمضان بتصوم رمضان ده وصومها صحيح تمام، بس تجمع وتقضي بعدها. بعض العلماء ألزمها مع القضاء كفاره نتيجه تاخيرها. تمام، يعني هي مثلا عليها مثلا هي مثلا عليها 6 ايام مثلا ست ولا حاجه، وعليها من السنه اللي فاتت 6 ايام تاني، يبقى تعمل ايه؟ تصوم 12 ولا تعمل ايه؟ هي دلوقتي عليها 6 ايام السنه دي مثلاً. دخل عليها شهر رمضان في الحاله دي بتعمل تصوم تمام. وصومها صحيح وتجي بعد رمضان تقضي السته اللي عدوها وعليها كفاره تاخير عن السنه اللي هي تعمل ايه بقى الكفاره؟ تطعم بقى عن كل يوم مسكين تطعم عن كل يوم مسكين، لا عايز اقول وجبه في حدود 25 جنيه 30 جنيه، والبعض قال ليس عليها كفاره بل هي الكفاره السنه دي يا شيخ بقى الفرد بقد ايه؟ 30 جنيه زي الكفارة على حق ما من اوسط ما تطعمون اهليكم. اقل حاجه الوقت بتاع 25 30 جنيه 25 30 على حسب استطاعه الفرد. خلي واحد قدرته 25 30، واحد قدرته اكتر من ذلك. يعني هو الحد الادنى من 25 ل 30 طعام مسكين. تمام. اللي هو نصف قدح اللي هو زي ما تقول بنقدر نقول كيلو رز او كيلو ونص، ففي الحد من 25 ل 30 وطن. تمام. معانا مداخله ياسمين من القاهرة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير يا استاذة ياسمين. يا رب وحضرتك طيبة بخير وسلام. اتفضلي اتفضلي. ممكن اسأل الشيخ سؤال؟ مع حضرتك الشيخ عماد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانت طيبة. لو سمحت يا فضيلة الشيخ وحضرتك طيب، أنا ممكن بس أعرف يعني هو ينفع إن أنا أروح أزور المقابر لحد مش من أهلي أو يعني مش من دمي، كان خطيبي مثلا توفى وطلب مثلا من أهله في الحلم إن هو يشوفني وكده. تمام. انت حضرتك متجوزه دلوقتي؟ اه. تمام. طيب ومعاكي الشيخ. شكراً لمكالمتك يا استاذه ياسمين. هو النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته قال كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكر بالاخره. تمام. فزياره القبر لاي شخص ليس فيها مانع. لاي شخص قراءه الدعاء له، قراءه الفاتحه له، فليس فيها اي مانع. بس الافضل الانسان او الواحده لحضرتك لو متزوجه، هي بتتكلم بقى انه خطيبه عشان كده سالتها. ما انا بقول لحضرتك لو متزوجه الافضل استئذان الزوجي. هتستاذنه تقول لي هتقول لها روح ازور خطيبي القديم؟ لا اكيد طبعا مش هتعمل كده. انا بقول لحضرتك خليها راحت وعلم الا يحصل، ما ممكن تاخذه لغيرها. ايوه تمام. لان هنا اصبحت هي ملك لمين؟ لزوجها. فمش ينفع تتصرف بشيء الا باذنه. طب هي ما عرفتش مثلا تستاذن منه وحرام طبعا انها تروح. ليس لها عليها اسم ان لم تزره، لو ما راحتش زارته ما عليهاش اسم. تمام. ممكن لكن بعد اذن الزوج. اذن الزوج. تدعي له بقى وتقرا له الفاتحه من البيت. تدعي له من اي مكان، لان هنا لو ذهبت فعلم الزوج بانها قد ذهبت قد تؤدي الى مشاكل. تمام. صح دكتوره؟ صح طبعا. ممكن واحد لما يغير عليها طب انت راح لا هتفتح باب مشاكل ومعلش يعني هي اصلا هو الدعوه توفى. بتوصل للمتوفي هو توفى الله يرحمه بس يرحمه. هو ممكن يغير يظن ان لسه متعلق بيه فالافضل ان تستاذن، ما رضيش خلاص كده تدعي له. ولو حست ما اقول لحضرتك ولو حست ان لو استاذنت منه ممكن يؤدي ذلك الى الشك طبعا تمام يبقى في الحاله دي او مشاكل يبقى في الحاله دي تدعي له في السر ربنا سبحانه وتعالى يتقبل ونسال الله ان يغفر لموتانا امين يا رب العالمين. شيخ احنا مش معانا ال10 دقائق فانا عندي اسئله كتير. تمام. طيب احنا دلوقتي طبعا داخلين على شهر او احنا في شهر رمضان دلوقتي في مسلسلات كتير طبعا زي ما حضرتك عارف. تمام. قولا واحدا يعني مشاهده المسلسلات حرام في شهر رمضان ولا لا؟ شو حضرتك؟ ايوه رمضان شهر القران.
بالظبط كده. وشهر الصيام. انا عن نفسي ما بشوفش مسلسلات في رمضان خالص. بس انا عليك حق. اتفضل. مش عاوزين نعمم. احنا مش بنعمم. نعم. بس بنقول الصح. بنقول وبعد كده كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. صح كده؟ تمام. الصح ان في بعض المسلسلات تاريخيه، في بعض المسلسلات تهدف. بس والله برضو بعد رمضان يعني معلش النص ساعه اللي انا هشوفها دي ولا الساعه الا ربع اقرا لجزء مثلا. ماشي. خلي ان حضرتك قرات ابقى اشوفها بعد كده. اقول لحضرتك خلي حضرتك قرات الجزء. تمام. وعندك وقت تطوح فيه عن نفسك. في مسلسل ديني، في مسلسل تاريخي، في مسلسل بيجدس لنا الاحداث ويجسد لنا الاحداث. أيوه. اللي هي احداث الجيش واللي عمله الجيش والانتصار على الارهاب والحاجات من دي كلها. الحاجات دي كلها ممكن تتعلم الانسان شيء وبتروح عن القلوب. كون حضرتك بقى انت هتمنعها نهائيا ده حاجه تتمنع. مش منع. انا مش بمنع، انا بقول احنا نقول الصح واللي كل واحد يعمل هو عاوزه. الافضل القران والصلاه والعباده. ان الشهر لا يعوض. تمام. بنقول هو شهر العمل وليس النوم ولا الفرجه على التلفزيون. تمام. انما خلي انسان عنده وقت ممكن قضى صلى وعمل. أيوه. وليه مسلسل تاريخي. تمام. ليه مسلسل بيحكي مسلسل ديني، مسلسل كذا. يعني قصدي حضرتك ممكن يكون مسلسل هادف لا مانع. انا عاوز ما نضيعش وقتنا في اشياء ملهاش لازمه وكده كده اصلا متاحه طول السنه. طيب برضو في سؤال بيقول لك واحده بتقول يا شيخ انا بداعب جوزي بعد مباراه الاهلي وصن داونز، وبتقول له يعني بنفس اللفظ كده يا ابو خمسه. تمام. عشان هو يلا يا ابو خمسة علشان ما لسه هقول لك اهو عشان الاهلي خسر 5-2 فراح مطلقها. فهل هذا الطلاق واقع ولا لا؟ احنا عايزين بقى نعرف ايه اللفظ اللي هو قال. يعني وليكن انت طالق مثلا. لا ده الطلاق صريح. يعني كده وقع. اي الطلاق صريح. يعني الاهلي عمل لنا ايه دلوقتي؟ الصراحه ها الاهلي عمل لها ايه دلوقتي؟ ان شاء الله يكسب الهلال يوم الجمعه. ان شاء الله. لا طيب. هنا لازم نعرف الاول ايه اللفظ اللي قاله. تمام. حاسس ان ممكن نقول لها هي بتقول راح مطلقني يعني مطلقها. بس كلمه مطلقها دي هل طلاق صريح؟ لو طلاق صريح الصريح مش محتاج. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد زي ما النبي ما قال. الطلاق خلي واحد مراته بتهزر معاه وبتقول له لو جدع كده طلقني الا تبوح وانت طالق. يبقى هنا طلاق صريح مش محتاج نيه. تمام. فهنا بتسال. طيب. عن اللفظ اللي قاله. تمام. طيب في واحد برضو بيسال خروج ريح بدون صوت ولا رائحه اثناء الصلاه هل تبطل الصلاه؟ وكمان اللي حصل ده كان في صلاه جماعه يعمل ايه؟ الإنسان تقبل ولا لا تقبل؟ الانسان لا يخرج من صلاته الا اذا شم ريحا او سمع صوتا. تمام. ماشي. وسوسه الشيطان ان خرج لا شم ولا سمع يبقى يكمل صلاته عادي. انما شم رائحه او سمع صوتا بيعمل ايه؟ يسلم ويخرج من صلاته. طب ولو كان امام؟ لو امام بدون احراج يعني ما يتحركش. لا صوت الصلاه. لو كان امام بيجبد احد المصلين من خلفه بحيث ان هو يكمل صلاته ويخرج هو، لان الامامه مسؤوليه. تمام. طيب واحده بتقول برضو انا وضعت في شهر رمضان اللي فات وفطرته كله وما قضيتوش لحد دلوقتي، فهل الاطعام يكفي ام لابد من القضاء؟ احنا قلنا احنا ردينا عليه. تمام. واحد برضو بيقول انا مدمن قهوه وسجاير ومش عارف اعمل ايه في نهار رمضان عشان ابطل عصبيه، تنصحني بايه يا شيخ؟ لا المفروض بقى شهر شعبان دائماً. كان اتعود على الصيام وده بقى فايده شهر شعبان قبل رمضان. بالنسبه لرمضان تدريب للنفس. تمام. لذلك النبي كان يصوم اكثر من شهر تدريب وتهذيب للنفس. لا بقى هو لو بدا اول رمضان بدا في شعبان بدا يخف شويه من القهوه ويخف شويه من السجاير هيجي على رمضان يبقى كده معتدل. تمام. فانا اقول بقى نسال ربنا يعينه. يعني متعود على حاجة نسأل الله ربنا يعينه، وهو يسأل الله الإعانة على طاعته. تمام. ويحتسب الأجر، لأنه كل ما يكون في مشقة كل ما يكون الأجر والثواب كبير. يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويحاول يضبط نفسه وما يعرضش نفسه ويبعد نفسه عن الحاجات اللي ممكن تعصبه أو تنرفزه. تمام. طيب سؤال برضو واحدة بتقول زوجي جامعني وبعد كده رأت يعني شافت في ملابسها قطرات من دم الحيض نزل قبل الجماعة وهي ما كانتش تعرف، ايه الحكم في كده بقى؟ لا شيء عليها. هنا هي ما كانتش لا تعرف. لا شيء عليها، بتستغفر الله وتتوب اليه ولا شيء عليها.
تمام. في سؤال برضو، هو أنا هل شرب البيرة تبطل الصلاة لمدة 40 يوم؟ هو أصلا اللي بيشرب خمرة بيصلي أساسا، لا فبرضو تقربوا الصلاة ده الكلام وأنتم ده بصلاة. لحضرتك مش بس ليه. هو 40 يوم تبطل صلاة 40 يوم، إن كده هتحطه قدام مرحلة اليأس. خلي واحد شرب وبعد وتاب كده وعاوز تاب. يرجع لله، هنقول له اقعد 40 يوم من غير صلاة؟ يبقى احنا كده بنعرض للشيطان. طالما تاب واستغفر ربنا يعني تمام حتى لو شرب ما ما يستناش هو 40 يوم لا يستغفر لا يستغفر ويتوب ربنا ويبقى سبحانه توبة وتعالى في الذنوب نصيحة، جميعا. نصوحة قصدي، اي انما وبعد كده يقعد 40 يوم. طب ما يصلي ال 40 هي في خلال ال 40 ممكن يشرب، نقول له خد كمان 40 40 تاني ويشرب وخد كمان 40 عمره في هياخده الاخر بقى. ممكن يموت بدون توبه. لا ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسع كل شيء. ذلك انا بقول من هذا البرنامج، ها، ان يا جماعه لا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من من رحمه رحمة الله، الله انه يغفر الذنوب وربنا جميعا تواب انه غفور. الغفور الرحيم. تمام، معانا مداخلة، أستاذ علي من المنيا. ألو ألو، أستاذ علي من كفر الشيخ يا فندم. أستاذ علي من كفر الشيخ، أهلا بحضرتك كل أستاذ سنة علي. وأنت طيبة يا دكتورة. يا رب وحضرتك طيب ازيك وبخير يا أستاذ وسلام. الفاضل؟ ازيك يا أستاذنا؟ ازي يا صاحبي؟ كل سنة وأنتم طيبين. كل وحضرتك سنة طيب وسلم عليكم. يا كل رب سنة علينا وأنا وعليك. كل سنة وأهل أخويا كفر الشيخ طيبين. الأخ فطر اليوم كده في رمضان، نفسيته كانت تعبانة، فطر يوم في رمضان. من يقضيه بعد رمضان قضاء ولا تمام، ما قضاهش؟ هو قضاه؟ لا ما قضاهوش، ما قضاهوش. خلاص بعد ما ينتهي ان شاء الله رمضان ده باذن الله يقضي ما فاته من رمضان يعني الماضي. يوم بيوم عادي ما يوم بيوم يعملش اي تمام. حاجة تاني. وممكن عشان احوط برضه ياخذ براي من قال بان عليه كفاره لتاخير هذا اليوم رمضان اللي جه علينا احنا دي ان شاء الله. تمام، في بقى سؤال بس هو طويل شوية. واحدة بتقول جوزها عرض عليها تبيع ذهبها ويستثمره في أرض، وفعلا باعت الذهب، وبعد ما باعوا الأرض بمبلغ أكبر من قيمة الذهب، يعني الأرض قيمتها زادت، يعني تمام. اداها نص المبلغ وشرط عليها تاخد النص التاني، ولكن عشان تعمل كده أو عشان يعمل كده تكتب تنازل عن الذهب كله المكتوب في القايمة، ترضى بكده ولا لأ؟ وده حرام ولا لا؟ تعمل ايه هو يعني؟ السؤال هنا، لما اخذ الذهب، الذهب ده حقها، استثمر هذا المال، الاستثمار ده اصبح المال مال مين؟ ماله هما الاثنين صح ولا ايه؟ هل هو من السؤال الله هنا اعلم. فقد هي نقطة. تقريبا هي اديته لا الذهب شوف، بموافقتها يعني. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما مما اكتسبوا، اكتسبنا. والاسلام قال للمرأة لك حقوقك المالية. تمام، تمام. كونه هو اخذ الذهب باعه استثمر بما لا هي، يبقى المال ده كله لمين؟ لها. تمام، بالمكسب طالما بكله. عن رضا بالمكسب بكله تمام، عن رضا دي فلوسها. يعني ما توافقش على القايمة، لا ما انا اقول لحضرتك على حاجه، انها ما هي تتنازل عن دلوقتي القايمة. هي هو عاوزه يتنزل عن القايمه ده عشان ما تجيش بعد كده ان شاء الله ما فيش خراب للبيت، ايوه، عشان ما هو تجيش اصلا ما كانش اقترح هذا ايوه الموضوع يعني. هي خايفه احسن، هو خايف احسن ممكن بعد كده تطالبوا بقى بالذهب. بالده هو طالما خدت حقها ذهب وصرفته ورضاها هي واستثمرته، يبقى من حقه ان تتنازل عنه، كانت تتنازل عنه حاسس ان هو ما بس يطالبش هو بالاثنين واخد نص، بعد مديها ما نص هيديها. المبلغ. ما هو السؤال هيديها النص الثاني تمام، مقابل ان هي تتنازل عن القايمة عن يبقى الدهب. وصل لها حق ولا ما وصلهاش؟ وصل لها. يبقى كده بس. فهنا كونها هي خد منها الذهب برضاها وليستثمر المال واخذ وعطاها الفلوس وخدت مالها برضاها، يبقى هو ليه الحق ان هي تتنازل عنه في حق، لان عشان ما تجيش بعد كده تطالبه بيه. بيها. انما طيب. لو خدوا منها على سبيل السلفه هيستلفها ويرجعوه لها زي ما هو زي كده. ما هو يبقى يرجعوه لها زي ما هو وما تتنازلش برضه لما يرجع لها حقها. تمام، طيب كلمه واحده كده، حكم تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان ليس حرام ولا فيها لا؟ شيء، تمام. ولكن هل احدنا يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة؟ كان يقبل زوجاته. هل واحد فينا لو قبل وصائف، هل واحد فينا لو قبل زوجته هل يضمن ما تفطرش ولا نفسه؟ اي حاجه، خاصه يضمن هي بدون نفسه؟ احساس ولا عادي يعني اللي هي لا عادي. تقبل ما فيهاش اي شيء، تمام. انما لو مش هيضمن نفسه ويقع في جماع او ما شابه ذلك يبقى الافضل المنع، انما تمام التقبيل جائز لا شيء فيه. تمام، اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بنشكر الشيخ عماد محمود من علماء وزاره الاوقاف، واشوفكم ان شاء الله على خير الحلقه الجايه. نختم بدعاء مع الشيخ عماد، اتفضل يا شيخ. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك ورحمتك شر ما قضيت. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا ركوعنا، وتقبل منا سجودنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا، واحفظنا من أمامنا، واحفظنا من خلفنا، واحفظنا من فوقنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظ بلادنا.